ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا رايح اجرب درس ايس كريم لاول مره، ما اكلتش عنده ولا مره قبل كده، فهجربه واشوف طعمه عامل ايه وهقول لكم رايي طبعا فيه. وعلى فكره انا بتذوق الحلويات كويس جدا. اسف على المقاطعه، بس الحقيقه وانا بعدل في الفيديو افتكرت قد ايه كان خطر جدا استخدام الموبايل والتصوير وانا سايق، وان في ناس ممكن تفتكر ان ده عادي او ده سهل انه يحصل، لكن في الحقيقه اي حاجه هتشغلك عن السواقه فهي مش حاجه سهله ابدا. طول ما انت سايق لازم تخلي تركيزك كله في السواقه، ما تخليش تركيزك يقل في السواقه باي شكل كان، لان انت ممكن تبقى ماشي مطمن مثلا على طريق سفر ومش متوقع اي حاجه، واللحظة اللي هتغفل فيها ممكن تبقى هي أكتر لحظة أنت كنت محتاج تبقى فايق فيها. فخلي بالك طول ما أنت سايق الموضوع مفيهوش هزار، احترس. يلا نرجع للفيديو. وهنا الناحية التانية بالظبط، مش عارف اركن هنا ولا اركن هنا احسن. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. اهو قدامنا بالظبط، نخش دلوقتي نشوف ايه الحلويات اللي جوه. اكيد عندهم حاجات كتير جدا. اهو المدخل بتاعه. صارف صبر يوتيوب مش حاجه، هدفع يوتيوب. بطلب هنا ولا بطلب فين؟ اه واحدة، انا بطلب وبعد كده بحاسب ولا بطلب الاول ولا تمام؟ بلجيوم شوكليت والهوني كوم. نروح دلوقتي نجربه واقول لكم رايي فيه. دلوقتي نجربه. انا جبت فليفر هاني كوم وبلجيوم شوكليت. الهاني كوم لذيذ جدا، سكره مش زياده خالص، بتحس كده فيه بسن طعم عسل وطعم الفانيليا برضو فيه باين سنه. هو لذيذ عموما، يعني سكره مظبوط جدا، دي اهم حاجه في الايس كريم ان ما يكونش سكره عالي قوي، ف ما تستفادش بيه خالص، لان طبعا الايس كريم هو حلويات، وطبعا ممكن يزود السعرات الحراريه اللي بتاكلها كل يوم، لكن لو اكلتها باعتدال مش مشكله لو انت مثلا بتتمرن او كده. وفي نفس الوقت يعني طالما سكره مش عالي قوي فده معناه ان هو مش هيرفع معدل السكر في الدم بسرعه لما تبتدي تاكل فيه.
طبعا واضح ان هو مصنوع من الواي بروتين اللي هو الكونسنتريت، عشان ده اللي بيديله الملمس اللي احنا شايفينه ده، وفي نفس الوقت بيضيف من وفي نفس الوقت بيضيف لقيمته الغذائيه. طبعا هو في يعني هيلثير شويسز اكتر من ده او خيارات صحيه اكتر، لكن الايس كريم من الحاجات اللي انت يعني عموما ممكن تستهلكها باعتدال. انا دخلت على بلجيوم شوكليت، واو البلجيوم شوكليت يا جماعه فعلا تحفه، حاجه جامده جدا كواليتي. يعني انا دايما في اي حاجه وخصوصا في الحلويات لما اجي اكل حلويات بهتم بالكواليتي اكتر من الكوانتيتي او اكتر من البرايس اكتر من اي حاجه ثانيه. الكواليتي هي اهم حاجه، لان يعني دي حلويات فهتخش جسمك يعني هتدي لك مصدر للطاقه سريع، فمهم انك تخليها صحيه باكبر شكل ممكن. وفي نفس الوقت الحلويات من الحاجات اللي بتحسن مزاج الواحد وبتخليه يعني يشعر افضل. اذا كان بقى ايس كريم شوكليت، بس الشوكليت تحديدا اصلا من الحاجات اللي بتحسن مزاج الواحد، والبلجيوم شوكليت بتاعهم ده بصراحه تحفه. في برضه عندهم الشوكليت كريسب، يعني اكيد هجربه في مره ثانيه، اكيد برضه هيبقى حلو جدا، لان واضح ان الكواليتي بتاعتهم ممتازه. الخامات هي اللي بتفرق، يعني الخامات اللي بيتعمل بها الايس كريم هي اللي بتحدد فعلا اذا كان هو يستاهل ولا لا. وطبعا بتقارن السعر برضه، انا بصراحه شايف ان سعرهم ده مش عالي، مش غالي خالص مقارنه بالكواليتي الجوده اللي هي اصلا اهم حاجه. البولة تقريبا من 35 ل 40 جنيه حاجه كده، ويعني شايف ان هو سعر مقبول جدا مقارنه بالجوده. ناس قبل كده سالتني انت بتاكل حلويات كتير وفي نفس الوقت يعني اللي هو جسمك كويس ما بتتخنش او كده، هو كل ما في الامر الاعتدال هو السر.